بصوا بقى، احنا هنعمل دلوقتي فطيره من البيض والسجق. هي مش فطيره، هي ساندوتش، بس احنا هنستخدم فيها العيش الكايزر، وهنعمله بطريقتين. طريقه منهم ان انا اخد العيش الكايزر عادي خالص كده ساندوتش، بس احاول اخد الحته اللي فوق اصغر من الحته اللي تحت، وبعدين هقوم شايله اللبابة بتاعت العيش او القلب بتاع العيش عشان هحشيه بعد كده، وبعدين هغطيه. او تقدروا ان انتوا تعملوه كده من اساسه يعني. وتحتفظوا برضو بالده او ما تحتفظوش، يعني لو انتوا عايزين تقدموها كده. اوكي، فدول هيبقوا الطريقتين بتوع التقديم بالعيش الكايزر. المقادير: عيش كايزر، بيض، سجق بلدي، جبنه تشيدر، جبنه موتزاريلا، ملح وفلفل طبعا، معلقه زيت اكيد، استنوا بقى، ادي الوك على النار فيها معلقه الزيت، زيت زيتون، زيت ذره، سمنه، زبده، اللي انتوا عايزينه ماشي الحال. وبعدين محتاجة اخد كاتنج بورد علشان محتاجة اصغر السجق ده طبعا، لان ده مش هينفع خالص للغرض اللي احنا عايزينه. فهاخد سكينة، يعني عايزة برضو يفضل كده ايه بقيمته، وهقوم واخدة كل ده على النار بدون اي اضافات. السجق لما يكون حلو ما بيحتاجش اضافات، وبيبقى متبل حلو جدا، وبيبقى حاجة كده ايه لطيفة. هنا بقى البيض اللي هم سايبينهولي بقشرته، هموتكم. ايه في الكنترول هربوا؟ مش سامعيني ها؟ ولا عاملين مش سامعيني؟ ابجد؟ طب بص هنعمل ايه قبل ما نطلع فاصل. طيب اهو ادي البيض، ادي الجبنه التشيدر، وادي الجبنه الموتزاريلا. هتعملي ايه يا اميره في الفاصل؟ هحط نقطه فلفل اسود، هجيب شوكه، هقلب البيض ده كويس جدا، وهنزله على السجق. قورنا العيش وحطينا جوه، والوش بتاع العيش موجود يعني عشان اللي عايز يقفله وياكله ساندوتش، وشويه جرجير معاه.